كان هناك مجموعة من العلماء يحقدون على الإمام الشافعي ويدبرون له المكائد عند الأمراء، فاجتمعوا وقرروا أن يجمعوا له العديد من المسائل الفقهية المعقدة لاختبار ذكائه. فاجتمعوا ذات مرة عند الخليفة الرشيد الذي كان معجبا بذكاء الشافعي وعلمه بالأمور الفقهية، وبدأوا بإلقاء الأسئلة والفتاوى في حضور الرشيد. فسأل الأول: ما قولك في رجل ذبح شاة في منزله ثم خرج في حاجة فعاد وقال لأهلي: كلوا أنتم الشاة فقد حرمت علي. فقال أهله: علينا كذلك. فأجاب الشافعي: إن هذا الرجل كان مشركا فذبح الشاة على اسم الأنصار وخرج من منزله لبعض المهمات، فهداه الله إلى الإسلام وأسلم، فحرمت عليه الشاة. وعندما علم أهله أسلموا هم أيضا فحرمت عليهم الشاة كذلك. فسأل الثاني: شرب مسلمان عاقلان الخمر، فلماذا يقام الحد على أحدهم ولا يقام على الآخر؟ فأجاب: إن أحدهما كان صبيا والآخر بالغا. فسأل الثالث: زنى 5 أفراد بامرأة فوجب على أولهم القتل وثانيهم الرجم وثالثهم الحد ورابعهم نصف الحد وآخرهم لا شيء. فأجاب: استحل الأول الزنا فصار مرتدا فوجب عليه القتل، والثاني محصنا، والثالث غير محصن، والرابع كان عبدا، والخامس مجنونا. فسئل الرابع: رجل صلى ولما سلم عن يمينه طلقت زوجته، ولما سلم عن يساره بطلت صلاته، ولما نظر إلى السماء وجب عليه دفع 1000 درهم. فقال الشافعي: لما سلم عن يمينه رأى زوج امرأته التي تزوجها في غيابه، فلما رآه قد حضر طلقت منه زوجته، ولما سلم عن يساره رأى في ثوبه نجاسة فبطلت صلاته، فلما نظر إلى السماء فرأى الهلال وقد ظهر في السماء، وكان عليه دين 1000 درهم يستحق سداده في أول الشهر. فسأل الخامس: ما تقول في إمام كان يصلي مع 4 نفر في مسجد فدخل عليهم رجل، ولما سلم الإمام وجب على الإمام القتل وعلى المصلين 4 الجلد، ووجب هدم المسجد على أساسه؟ فأجاب الشافعي: إن الرجل القادم كانت له زوجة وسافر وتركها في بيت أخيه، فقتل الإمام هذا الأخ وادعى أن المرأة زوجة المقتول فتزوج منها، وشهد على ذلك 4 المصلون، وإن المسجد كان بيتا للمقتول فجعله الإمام مسجدا. فسأل السادس: ما تقول في رجل أخذ قدح ماء ليشرب فشرب حلالا وحرم عليه بقية ما في القدح؟ فأجاب: إن الرجل شرب نصف القدح ثم نزف في الماء المتبقي فاختلط الماء بالدم فحرم عليه ما في القدح. فسأل السابع: كان رجلا فوق سطح منزل فسقط أحدهما فمات فحرمت على الآخر زوجته؟ فأجاب: إن الرجل الذي سقط فمات كان مزوجا ابنته من عبده الذي كان معه فوق السطح، فلما مات أصبحت البنت تملك ذلك العبد الذي هو زوجها فحرمت عليه. إلى هنا لم يستطع الرشيد الذي كان حاضرا تلك المساجلة أن يخفي إعجابه بذكاء الشافعي وسرعة خاطره وجودة فهمه وحسه وإدراكه، وقال: قد بينت فأحسنت، وعبرت فأفصحت، وفسرت فأبلغت. فقال الشافعي: أطال الله عمر أمير المؤمنين، إني سائل هؤلاء العلماء مسألة، فإن أجابوا عليها فالحمد لله، وإلا فأرجو أمير المؤمنين أن يكف عني شرهم. فقال الرشيد: لك ذلك، وسلهم ما تريد يا شافعي. فقال الشافعي: مات رجل وترك 600 درهم.
فلم تنل أخته من هذه التركة إلا درهما واحدا، فكيف كانت الظروف في توزيع التركة؟ فنظر العلماء بعضهم إلى بعض طويلا، ولم يستطع أحدهم الإجابة على السؤال. فلما طال بهم السكوت طلب الرشيد الشافعي الإجابة، فقال الشافعي: مات هذا الرجل عن ابنتين وأم وزوجة واثنى عشر أخان وأخت واحدة، فأخذ البنتان الثلثين وهما 400 درهم، وأخذت الأم السدس وهو 100 درهم، وأخذت الزوجة الثمن وهو 75 درهما، وأخذ الاثنى عشر أخا 24 درهم، فبقى درهم واحدا للأخت. فتبسم الرشيد وقال: أكثر الله في أهلي منك، وأمر له ب2000 درهم، فسلمهم الشافعي ووزعها على خدم القصر قبل أن يخرج الشافعي.